الفنان الكبير وشيخ الملحنين أبو العلا محمد اتولد في 9 أغسطس سنة 1878 في قرية بني عدي مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وهو حفيد الشيخ العدوي من ناحية الأب والأمير حسن كتخدة من ناحية الأم. اتربى أبو العلا محمد تربية دينية وحفظ القرآن والتحق بالأزهر، وكان قارئ ومنشد لقصائد المديح النبوي والتواشيح الدينية، وبدأ يغني في المناسبات الدينية زي المولد النبوي وليالي شهر رمضان المبارك. مع الوقت بدأ يتخلى عن الغناء الديني ويغني في السهرات الخاصة القصايد والأدوار بتاعت عبد الحمولي، وأضاف لها أسلوبه وطريقته في الغنى مع إبداعه وقدرته على الارتجال. وحظك أنت المنى والثنى، عمل ثورة على شكل التخت الشرقي التقليدي من السنيدة والبطانة والمنشدين اللي بتقف ورا المطرب ترد عليه، واستبدلهم بموسيقيين حقيقيين زي سامي الشوا كمان، وأحمد صبيح عازف القانون، ومحمود رحمي عازف العود. كمان العصر ده كان العصر الذهبي للغنى والطرب، وكان من أعلامه عبد الحمولي وألمز وسلامة حجازي ومحمد عثمان وسيد درويش. ساعد الشيخ أبو العلا محمد حفظه للقرآن ومعرفته بعلم التجويد بأنه يعمل ألحان بطريقة فريدة ومميزة عن غيره من الملحنين، وكان ده بيدي ألحانه طعم جديد ومختلف لأنه كان حريص على مخارج الألفاظ وغناء كلمات الأبيات الشعرية بطريقة واضحة، وده كان أسلوب جديد في الغنى وكان بيتطلب صوت قوي ومميز في أداء ألحانه. وأصبح شيخ الملحنين لأنه كان له الريادة في تلحين القصايد القديمة وقصايد المحدثين من شعراء العرب، فلحن قصايد لأعلام الصوفية في مصر في العصر الأيوبي زي ابن النبيه المصري وابن الفارض والبهاء زهير اللي غنى رائعته غيري على السلوان قادر. كمان لحن قصيدة والله لا أستطيع صدك للإمام الشبراوي شيخ الأزهر في نهاية القرن ال18، ولحن للشعراء المعاصرين ليه زي إسماعيل صبري باشا وأحمد رامي اللي أهداله ديوانه وتمنى عليه أن يختار أحد قصائد الديوان يلحنها ويغنيها، وبالفعل اختار أبو العلا محمد قصيدة الصب تفضحه عيونه وغناها، وبعد كده ادها لأم كلثوم تغنيها، وده كان أول تعاون ما بين أحمد رامي وأم كلثوم. كمان أبو العلا محمد نهى عصر ارتجال المطرب لأنه وضع ألحان محكمة يلتزم المطرب بغنائها ما فيهاش أي مجال للارتجال، وده مهد الطريق للأجيال اللي جت بعده من الملحنين. بدأ أبو العلا محمد يحقق انتشار وشهرة كبيرة، واتشهرت له أغاني وقصائد باللغة العربية الفصحى، في الوقت ده كان لسه ما ظهرتش الاسطوانات، وحققت قصيدة وحقق أنت المنى والطلب من كلمات عبد الله الشبراوي نجاح كبير وانتشار واسع، وأصبح الاسم البارز والأكثر شهرة وشعبية ومكانة على الساحة الغنائية. توالت نجاحات أبو العلا محمد في مجموعة من القصائد المغناة، وكانت أول أغنية سجلها على اسطوانات وأذيعت على الفونوغراف هي أفديه إن حفظ الهوى سنة 1911 لشركة جريمافون، واتشهرت أكتر من غيرها من الأغاني. نجاح القصيدة شجع أبو العلا محمد أنه يسجل اسطوانات تانية وسجل مجموعة من الأغاني زي غيري على السلوان قادر ويا عزولي لا تلومني وآه من قوامك وأراك عاصية دمع للشاعر أبو فراس الحمداني. سجل أبو العلا محمد لأكتر من شركة اسطوانات زي ميشيل وزي بيدافون وغيرها من الشركات، وكانت أغاني واسطوانات أبو العلا محمد تعتبر أول محاولة لخروج القصيدة المغناة من المجالس الخاصة للطبقات الأرستقراطية عشان تنتشر بين عامة الناس في كل محافظات مصر. سبب أن الشيخ أبو العلا فترة هامة في حياة حضرتك من ناحية الفنية، يعني يمكن جيلنا ما سمعش ألحان كثيرة للشيخ أبو العلا. مش ده مش الشيخ أبو العلا،
انت لو دورت اسطوانات الشيخ ابو العيلة الان يمكن اقول لك ما تسمعش حاجة تانية. يعني من كانت الحانه مؤثرة في حياتك بهذا الشكل يعني؟ الله، ده الشيخ ابو العيلة دي حاجة كبيرة جدا، كان ملحن عظيم ومؤدي عظيم. كان مؤدي من ايام الالحان؟ طبعا. حياتك حبيتيك ملحن ولا كان مغني لما حبيتي؟ انا لما سمعته ما كنتش عارفة ان هو بيلحن، انا كنت بسمع ان هو بيغني. ما اختلفتيش مع الشيخ ابو العيلة؟ لا انا ما اختلفت معاه ابدا. يعني معروف ان اي عمل فني بيحدث فيه خلاف وجهات النظر في الرأي احيانا. ابدا. بالعكس الشيخ ابو العيلة كان كنت اكن له احترام وحب يعني زي ورد بالصف. كان هو اللي بيختار حياتك الكلام اللي بتغنيه؟ هو كان فعلا عمل الكلام ده وغناه. يعني كل القصايد اللي انا غنيتها له هو كان مسجلها اسطوانات. حياتك عشت اكتر غناء ثاني. بس كنت بقى بتزوج منه بقى واحد. اجمع مؤرخين الموسيقى الشرقيه في مصر على ان الشيخ ابو العيلة محمد لعب دور مهم للغايه للارتقاء بالاغنيه والقصيده المغناه في مواجهه انحدار ساد الاغنيه في فتره العشرينات، واصبحت الاغنيه تخاطب الغرايز بكلمات منحدره ودون المستوى. وللاسف انصاب في التيار ده كبار الفنانين في الوقت ده زي الشيخ زكريا احمد ومحمد الاصابجي ومنيره المهديه وعبد اللطيف البنا وصالح عبد الحي وسيد درويش. وللاسف النوعيه دي من الاغاني كانت بتلاقي انتشار كبير زي اغنيه رتيبه احمد الحب دح دح والهجر كخ كخ. دي كانت كلمات يونس القاضي والحان محمد الاصابجي. وكمان غنى سيد درويش وانا مالي هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى، دي كانت كلمات يونس القاضي والحان سيد درويش. وغنت بديعة مصابني وسيد سليمان أغنية جوزني يا بابا، هي بتقول جوزني يا بابا لحسن يتلفوني بنات اليوم، ويرد عليها سيد سليمان ويقول البنت لسه من البيضة طالعة وبتيجي لابسة وفي السكة قلعة. وغنت نعيمة المصرية هات الإزازة واقعد لعبني دي المزة طازة والحال عاجبني، كانت كلمات بديع خيري والحان زكريا أحمد. وغنت منيرة المهدية انسى اللي فات وتعالى بات ليلة التلات بعد العشاء يحلى الهزار والفرفشة، دي كانت كلمات يونس القاضي. حتى أم كلثوم في بداية العشرينات تماشت مع الموجة السايدة وغنت الخلاعة والدلاعة مذهبي كلمات يونس القاضي وألحان أحمد صبري النجريدي، ويقال إنها لمت الاسطوانات بتاعة الأغنية من السوق ودفعت تعويض لشركة الإنتاج عشان الأغنية ما تتذاعش. كمان الأغنية اللي حصل عليها ضجة كبيرة أغنية منيرة المهدية إرخي الستارة اللي فرحنا أحسن جيراننا تجرحنا، ألحان زكريا أحمد وكلمات يونس القاضي. والأغنية دي أثارت الأزهر ورجال الدين وقادوا حملة انتقاد ضدها وقالوا إنها دعوة مباشرة للانحلال والدعارة والسقوط بالمجتمع. في الموجة دي من الانحدار في الكلمة واللحن ظهر أبو العيلة محمد باتجاه آخر ديني وأخلاقي في الغنى، ولم يتماشى مع الموجة السايدة من الأغاني دي، وده إنجاز يحسب ليه. كمان من انجازات الشيخ ابو العيلة محمد اكتشافه لام كلثوم. كان ابو العيلة محمد بيحيي حفل زفاف في محافظه الدقهليه، وما عرفت ام كلثوم راحت هي ووالدها عشان تشوفه على محطه القطر وهو راجع الى القاهره. سمع صوتها على محطه القطر ونصحها بالانتقال الى القاهره لوجود مجال اكبر واوسع للشهره والنجاح، وبالفعل استجاب والد ام كلثوم للنصيحه واستقرت ام كلثوم واسرتها في القاهرة. لم يبخل أبو العيلة محمد على أم كلثوم بتجاربه الفنية واداها دروس في الموسيقى والإلقاء بمعاونة الشاعر أحمد رامي، وفتح لها أبواب الإعلام وأقنعها بالتخلي عن العقال والزي البدوي والتخت البدائي المصاحب ليها، وحولها إلى الآنسة أم كلثوم واداها أول لحن تغنيه هي قصيدة الشاعر أحمد رامي الصب تفضحه عيونه. ولكن لم تستمر رعايته لأم كلثوم كتير، استمرت 3 سنوات لأنه كان مصاب بمرض السكر وتوفى سنة 1926 وما كانش لسه كمل 42 سنة. كتير أعادوا غناء ألحان أبو العيلة محمد وأغانيه، على رأسهم طبعا أم كلثوم ومطربة القطرين فتحية أحمد والشيخ سيد الصفتي ومنيرة المهدية
والشيخ محمد رفعت اللي غنى قصيدة وحقق أنت المنى والطلب في أحد الإذاعات وللأسف ما تسجلتش على أسطوانة. وكمان يقال إن المطرب والملحن زكي مراد والد الفنانة ليلى مراد أصر على إنها تغني في أول حفلة ليها على مسرح الريحاني قصيدة الشيخ أبو العلا محمد أفديه إن حفظ الهوى، وكان غناها للقصيدة دي هو جواز المرور لاحترافها الغنى، وكان الامتحان الصعب اللي هي نجحت فيه وهي لسه عندها 12 سنة. وللأسف كان الشيخ أبو العلا محمد مريض بمرض السكر اللي أفقده القدرة على الحركة والكلام، ويقال لما استبد به المرض وتملكه اليأس انتحر وأكل كمية كبيرة من الحلاوة الطحينية وتوفى في 5 يناير سنة 1927. وللأسف في الجنازة بتاعته جه عدد بسيط من المشيعين، كانت طبعا على رأسهم أم كلثوم اللي مشيت في الجنازة وهي حافية القدمين. الشيخ أبو العلا محمد تاريخ فني كبير وعلامة بارزة في الموسيقى العربية. الشيخ أبو العلا محمد المتوفى عام 1927 فضل في ازدهار القصيدة الغنائية طوال العشرينيات بما أبدعه من قصائد خالدة ما زالت تسعد قلوبنا حتى اليوم. تنشدنا منها مطربة القطرين فتحية أحمد هذه القصيدة: أمانا أيها القمر المطل، فمن جفنيك أسياف تسل. شعر ابن النبيه المصري مقام حجاز كار.